إذا كان أحد الناس يصلي ركعتين سنة أو تحية المسجد قبل أي صلاة ثم قام المؤذن فأقام الصلاة، هل يقطع الإنسان الصلاة أم يتمها خفيفة وحب يدخل مع الجماعة؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة نافلة فإنه يتمها خفيفة، ويدخل مع الجماعة، إلا إذا خشي فوت الجماعة، إذا خشي فوت صلاة الجماعة فإنه يقطعها، أما إذا لم يخش فوات الجماعة فإنه يتمها خفيفة، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا أقيمت الصلاة وهو لم يدخل في نافلة فإنه يحرم عليه أن يحرم في نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني هذا في حق من يشرع في نافلة بعد الإقامة فإنه ممنوع ومنهي عن ذلك، أما من أقيمت وهو فيها فإنه يتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، كما نص على ذلك أهل العلم رحمه الله. جزاكم الله خيرا.